هجمات السابع من أكتوبر وتوابعها تلقي بظلالها على قطاع الطيران، وربما تتفاقم خسائره بشكل هائل مع استمرار الحرب في غزة لأشهر كما صرح الجيش الإسرائيلي. وقع الصراع في وقت كانت أسهم شركات الطيران في أمريكا الشمالية وأوروبا تنخفض بالفعل بالمقارنة مع أعلى مستوياتها في الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وبعض المؤشرات على تراجع الطلب. شركات الطيران حول العالم علقت الرحلات من وإلى إسرائيل عقب الهجمات مباشرة، ومنها أمريكا إيرلاينز التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر المقبل، وكانت قد أعلنت مؤخرا عن تسجيل خسائر قدرها 545 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام. أما يونايتد إيرلاينز الأمريكية فحذرت من ضربة مؤقتة لهوامش الربح خلال الربع الثالث نتيجة إلغاء خدماتها إلى إسرائيل. وكانت أكبر شركة طيران في أمريكا الشمالية تشغل رحلات إلى إسرائيل قبل الحرب بواقع 110 رحلات في سبتمبر. لكن ماذا يعني ذلك لقطاع الطيران في لبنان وسط توترات على حدود البلاد الجنوبية؟ شركة طيران الشرق الأوسط الناقل الوطني اللبناني خفضت رحلاتها لأكثر من النصف، وبسبب خفض نسبة التغطية التأمينية للطائرات الشركة قررت تشغيل 8 طائرات فقط من أصل 22 طائرة، مع نقل بقية الطائرات إلى مطارات دول أخرى مؤقتا من بينها قبرص وتركيا وقطر. ولاستمرار حركة الطيران في إسرائيل وافقت اللجنة المالية في الكنيسة على خطة لتقديم ضمان حكومي بقيمة 6 مليارات دولار لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية.